بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. فيديو جديد في تطبيق المايكروسوفت إكسل، الجداول الحسابية مع تحديد كل المعادلات بخطوة واحدة. النهاردة هنتعلم إزاي نحدد كل المعادلات اللي في الشيت بخطوة واحدة. يعني أنا عندي دلوقتي مجموعة من البيانات اهيت، مجموعة البيانات ديت كتير، مهما كان حجم البيانات اللي عندك، مهما كان حجمها ومساحتها، هي قد ايه كتير ولا شويه، ماشي. فيها معادلات وفيها ارقام. يعني مثلا لو وقفنا هنا، دي معادله، ده الاتصام هنا، ده رقم، ده قيمه رقميه، دي قيمه رقميه، دي معادله، ده الاتنين، ها دي قيمه رقميه، دي قيمه رقميه، قيمه رقميه، دي معادله، وهكذا. عاوز احدد كل الصيغ والمعادلات اللي عندي في الشيت، انا معرفش هي فين، ماشي، بخطوة واحدة من غير ما احدد اي حاجة. انا واقف في اي مكان، بروح على بحث وتحديد، بضغط على السهم ده، بيظهر لي القائمة المنسدلة دي، بختار منها انتقال الى خاص، بيظهر لي القائمة دي، بختار صياغ موافق. كل اللي تحدد ده معادلات. ممكن ببساطة اروح هنا واعمل لها تمييز، يبقى انا كده عرفت فين المعادلات والصيغ اللي عندي. دي معادلة، لو ضغطت كده دي معادلة، دي معادلة، دي لا ده رقم، الخلية دي رقم، بيبان من هنا، ده رقم، دي معادلة. طيب انا حددت كل المعادلات اللي عندي كلها في الشيت، مهما كانت مهما كان حجم البيانات اللي عندك. طيب انا عاوز احدد الارقام برضه من غير ما احدد اي حاجه كده، وانا واقف في اي مكان حتى لو بره جدول البيانات بتاعتي، بضغط على بحث وتحديد وانتقال الى خاص، واختار ثوابت، موافق، حدد لي كل القيم اللي هي ما فيهاش معادلات. ومن هنا ممكن اروح هنا واعمل لها تمييز، كل الخلايا اللي بالاصفر دي هي الخلايا التي فيها قيم، والخلايا اللي هي متلونة باللون التاني ده اللي انا مش عارفه، ده القريب من الاخضر او التركواز، ده صيغ ومعادلات. طيب اقدر اتحكم في الكلام ده، احذف مثلا، ايوه، انتقال الى خاص، ثوابت، موافق، بزر ديليت لمسة واحدة تم حذف كل البيانات وترك المعادلات. تم حذف كل البيانات، الأرقام وكل البيانات اللي في الشيت، وساب لي المعادلات. المعادلات شغالة عادي خلاص اهيت. لو كتبت هنا أي تلات أرقام، تمت المعادلات والشغل شغالة، ودي شغالة ودي شغالة، تمام. كذلك هنا في الأفريج، لو كتبنا أي معادلة، أي رقمين، شغال. ده الخطأ ده لأن الأفريج طبعا دي بدالة أفريج أو دي أفريج، ماشي. الأفريج ده المفروض إن هو المجموع على العدد، المجموع على العدد، ماشي. فهو هنا على العدد ما فيه صفر، فهو بيقولك divided by zero، يعني كده أنا دي عملية قسمة على صفر، والقسمة على الصفر لا تصح، فعشان كده هو ادالي الخطأ ده. ولكن الخطأ ده يزول أول ما تكتب هنا مجموعة من الأرقام. لو كتبت أي رقمين كده وكنترول انتر، خلاص الخطأ اتشال من هنا، مفيش خطأ. الخطأ ده موجود عشان فيه هنا قيمة فارغة، تمام. يبقى احنا بكده بخطوة سريعة جدا عملنا تحديد لكل المعادلات والصيغ اللي في الشيت بتاعي مهما كان حجم. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.